فريق ديفينيسيا الأرجنتيني خسر من بوكا جونيورز بهدف في الدقيقة 92 في آخر لحظة في المباراة. أونسن حارس الفريق كان بيبكي بسبب الهزيمة اللي تسبب فيها. تيزيانو كاريزو اسمه ايه؟ فيزو، مش هيب فيزو دي. طفل مشجع عمره 12 سنة شاف الحارس، قال لوالده انه رايح الحمام، لكن والده تفاجأ بيه بيجري من الأمن بعد ما تخطى حواجز المدرجات، مش علشان يتصور مع أي لاعب ولا ياخذ القميص بتاعه، لكن كان علشان يواسي أونسن الحارس. كاريزو في حواره مع صحيفة تي إن تي حكى حديثه مع الحارس، فقال طلبت منه ألا يبكي، هذا كان غرضي، وأخبرته بما يخبرني به والدي دائما، في كرة القدم لن تفوز أو تخسر دائما، فعلموا أولادكم معنى الحياة وخلوهم يطلعوا صلبين طولهم في الحياة. دمتم في أمان الله، صلوا على رسول الله، السلام عليكم. تابعوني أي حد يتبعني يشوفني، أنا بقول إيه؟ أنا نمبر وان، أنا بنضرب.